اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج ازاي اربي ابني صح. معاكم لينا حسام، اخصائي التدخل المبكر في مرحله الطفوله المبكره وذوي الاحتياجات الخاصه. اتكلمنا الحلقه اللي فاتت عن ان كل طفل ليه شخصيه الخاصه بيه، كمان الاطفال الاخوات كل واحد بيكون له شخصيه مختلفه عن التاني، وكمان الاطفال التوام لو كانوا توام متماثل بيكون كل طفل مختلف عن التاني، يعني حتى لو هما الاتنين شبه بعض في نفس الشكل لكن بيكونوا مختلفين عن بعض في الطباع أو في القدرات والإمكانيات. لو عندي طفلين مثلا بيحبوا كرة القدم فعادي ممكن أخليهم هما الاتنين يلعبوا كرة قدم. طيب لو مثلا واحد بيحب كرة القدم والتاني بيفضل يعيط مش عايز ينزل، مجبرهوش عشان أوفر وقت وأوفر مكان وأوفر جهد وان هو يبقى مع اخوه في نفس الحاجة اللي بيلعب فيها، لا، زي ما اخوه مثلا اشترك في حاجة انا احاول ان انا ادور واشوف لحد ما اوصل للحاجة اللي الطفل التاني يقدر ان هو يحبها ويقدر ان هو يعبر عن نفسه ويشارك فيها. كمان لازم اخلي بالي كويس جدا ان انا ما اقارنش بين ولادي، ما ينفعش ابدا يكون اقارن ما بين ابني الكبير وابني الصغير. اقول مثلا لو ابني الصغير ما بيتكلمش وصل 4 سنين او 3 سنين وهو لسه مش بيتكلم، فاقول عادي مش مشكلة خلاص هو الكبير كان كده وكان عنده 4 سنين وما كانش بيتكلم فهو شوية وهتلاقيه بيتكلم. لا، للأسف دي مشكلة بتقع فيها امهات كتير. لما اجي ابدا ان انا اشوف ابني احاول ان انا اقيمه في حاجه اسمها قوائم ارتقائيه. القوائم الارتقائيه ديت هي اللي بتحدد لي الطفل عند عمر كذا بيقدر ان هو يعمل كذا، يعني عند 3 سنين الطفل بيكون قادر ان هو يقول جمله كامله صحيحه من غير اي اخطاء. طب لو ابني بيتلخبط في الكلام مثلا او بيبقى فيه حروف واقعه او بيبقى فيه كلامه مش واضح، يبقى اذا هنا في مشكله لازم ان انا احاول ان انا ادخل حد متخصص فيها. لكن ما ينفعش ابدا اسيب ابني واقول اصل اخوه كان كده فعادي ما فيش مشكلة. لا، احنا نقدر نحاول ان احنا نشوف القوائم الارتقائية في المجالات الخمسة بتاعتنا: المجال الادراكي، المجال الحركي، المجال اللغوي، المجال الاجتماعي، المجال المعرفي، وعلى اساس دوت هقدر ان انا اقول ابني عنده مشكلة او ما عندهوش مشكلة. وبكده انتهت حلقة النهاردة، استنوني في حلقة تانية، اشوفكم على خير.